صباح الخير. صباح النور. في حجز باسم ياسين عبد الرحمن. سمحت يا فندم. اهلا مستر ياسين، الحجز بتاع حضرتك موجود فعلا وكونفيرم ريل سويت 111. شكرا. هو الاوتيل ده فاضي على طول؟ هو حضرتك اول مره تنزل عندنا؟ الحقيقه بس اكيد حضرتك عارف ان احنا فيري سيلكتيف، والجسس اللي عندنا مش اي حد، الصفوة بس. ما الصفوة قال له ولا ايه؟ لا مش بالظبط، بس احنا فعلا بنختار الجسس اللي بيجيبوا لنا بعناية جيدة جدا. تمام. شرفتنا يا فندم. مستر ياسين، احنا هنا بنوفر لحضرتك اي شيء ممكن تبقى محتاجه، اي نوع اكل، اي نوع درينكس. بالنسبه للجيم والساونا 24 ساعه، حضرتك حبيت تعمل مساج برضو متوفر 24 ساعه. بالنسبه للتي في، اي موفي حضرتك تحب تتفرج عليه سواء عربي او انجليش نقدر نوفره لحضرتك. هم قالوا لي كلام كويس قوي عن الاوتيل ده. انا واثق ان حضرتك هتستمتع معنا بالاقامه. على فكره في نزلاء بيقعدوا هنا بالشهور، وده سبب ان بيبقى في صعوبات كتيره قوي في الحجوزات. تمام تمام، شكرا جدا. اتمنى لحضرتك اقامه سعيده يا فندم. شكرا. شرفت. شكرا. بعد اذنك. صباح الخير يا فندم. صباح النور. من فضلك عايزه هيزل نوت لاتيه سكيم ميلك و تشيز كيك ستروبري. تحت امرك يا فندم. اوكي ميرسي. الترابيزه دي مهزوزه شويه، انا عايزه اغير الترابيزه. حاضر يا فندم، تحت امرك. حاضر. اتفضلي. عايز تشيز كيك بال زي اللي قالت لك عليه. تحت امرك يا فندم. أودي وش الناحية التانية بس ما قدرتش الحقيقة. هو حضرتك بتكلمني؟ أيوة يا فندم. وأنت بتاخدي سيلفي. أنت عارفة إنه اليوم الواحد بيتاخد فيه حوالي 93 مليون سيلفي في العالم؟ والله بجد؟
مش عارفة والله يعني إزاي يومي الممل كان هيعدي من غير المعلومة العظيمة دي. على فكرة والله أنا آسف، أنا مش بتطفل يعني، هو أنا بتطفل يعني شكلي إني بتطفل، بس أنا مش بتطفل يعني. انسي، أنا آسف. عارف إنك عملت زي كل المتطفلين اللي بيعملوا كده؟ نعم، حضرتك بتكلميني؟ آه، أنت مش عارف إن أنت كنت بتتطفل عليا زيك زي أي واحد بشوفه كل يوم، مع إن المكان ده يعني المفروض إنه برايفت. Very weird. اسمحي لي اقعد. هو احنا نعرف بعض؟ المفروض، بس نتعرف تاني. ياسين عبد الرحمن. رحمة زين الدين. اسمك حلو قوي. ميرسي، تعرفت لي كتير قبل كده. انا جيت متأخر شوية. طيب صلح غلطي بقى. عارف حضرتك، هو المفروض يعني ان شكلي الحلو ده اللي هو نعمة من عند ربنا يعني، هو اكتر حاجة في حياتي عاملة لي مشاكل. بواجه مشاكل كتير بسبب الموضوع ده. زي تصرفك كده. طب وليه ما ناخدهاش بشكل تاني خالص؟ مثلا لو انت كنت طلعتي ست وحشة جدا، مش ده برضو كان هيعمل لك مشاكل؟ ومشاكل ليك انت شخصيا من جوه. وشكلك حلو وبرضه عندك مشاكل. طب يبقى عندك مشاكل وانت ست وحشه، ولا يبقى عندك مشاكل وانت قمر؟ يعني مش عارفه، لو فكرنا بيها بالمنطق ده يبقى. ميرسي على الكومبلمنت. بصي، اصل بصراحه كده يعني في حاجات بتحصل في الحياة بتفرق معايا شوية، بتشدني يعني احنا ما بيننا صدف، وما اعرفش اذا كانت صدف ولا ده قدر ولا ايه. يعني مثلا احنا قاعدين في سوتين جنب بعض، بننزل نفطر في نفس الميعاد، وبنتغدى في نفس الميعاد، بناكل حاجات تقريبا زي بعض. يعني الصدف كده. هو انت مش واخده بالك من حاجه؟ والله يعني مش فارق لي خالص الموضوع ده. طب بصي بقى، بحكم الخبره اللي عندي، انا عارف ان الشخص اللي بيكلمني ده مش هو شخصيتك. ده ماسك. شخصيتك الحقيقيه ملهاش علاقه بالماسك اللي انت بتتكلمي بيه. بص يا أستاذ ياسين. أوكي ياسين. بص يا أستاذ ياسين، أنا أسفة إني أقول لك إنك بتضيع وقتك. أولاً أنا مرتبطة، ثانياً الشخص اللي أنا مرتبطة بيه في بينا مشاكل، وهو بيدور عليا، ولو لقاني هيعمل مشكلة كبيرة قوي ليا وليك. فيعني صدقني، حرام تدخل نفسك في مشاكل لمجرد انك معجب بشكلي. وبعدين انت اصلا ما تعرفنيش، فانا ممكن اكون
اغلس واحده شفتها في حياتك. مش معنى يعني ان شكلي لطيف ان انا كمان ست لطيفه خالص على فكره. طيب يعني سيبك من الجزء بتاع شخصيه غلسه ومش لطيفه والكلام اللي لا يودي ولا يجيب، ده خليه على جنب دلوقتي. خلينا في المهم، يعني انت فعلا عندك مشاكل مع الراجل ده اللي انت كنت مرتبطه بيه؟ ايوه. حلو. لو عليا انا ما بخافش من حد، بس لو وجودي دلوقتي هنا ده هيعمل لي كلمتي مشكله فانا بعتذر. انا اسف جدا. انا استنى. استنى، هو لو الشخص ده تعرض لي يعني انت ممكن تحميني؟ اكيد اكيد. اه طبعا. بس اتعرض لك يعمل لك ايه يعني؟ يعني هو ممكن يأذيني يعني. ممكن يأذيني. يأذيك ازاي؟ يأذيني قوي يعني. قوي لدرجة ايه؟ يعني درجة الموت. وانت ايه اللي يخليكي تعرفي حد يعني مؤذي بالشكل ده؟ يعني انت بتسأل أسئلة كتير قوي يعني، اكيد انا مش هحكي لك قصة حياتي. عندك حق. عموما لو احتجت اي مساعده هتلاقيني دايما حواليك. عن اذنك. ميرسي. ياسين عبد الرحمن. هاي، ازيك ياسين؟ هو انت مش شايف انك بتطاردني شويه؟ انا مش بطاردك ولا حاجه يعني، قلت اطمن عليكي. جيران وكده. باب جنب الباب. قديم شويه الكلام ده ولا ايه؟ وماله القديم؟ اولد از جولد. بقول لك ايه؟ اسمحي لي اعزمك على العشاء. عشاء؟ مش عارفه، هفكر يعني. خليني افكر وارد عليك. ما دام خلينا نفكر يبقى هنتعشى مع بعض. سلام. باي. هو انت ليه اصرتني اخرج بره الاوتيل؟ ما زهقتيش؟ زهقت جدا. خلاص يبقى نخرج عشان تبقي براحتك، ولو عايزه تقولي حاجه تقوليها وغير جو يعني. احنا رايحين فين؟ هو ابني البتاع ده ولا عندك جلعني؟ انت ليه خليتني اشرب كتير كده؟ ليه خليتني اشرب كتير كده؟ ما انا كمان، ما انا انت عارفه بقى بعد الشرب ده احنا هنقول كلام كناش عارفين نقوله قبل كده. طب قول. يلا اقول ايه؟ قول الكلام اللي انت
ما كنتش هتقوله قبل كده. هقول ايه اسم؟ يلا تشجع. انا بعد ايام طفيفه طب وبدون اي انزعاج هتحبس. طب تشيرز تو ذات. اوكي. السؤال الملح الى قلبي. في السجن بار زي ده افتكرش هتحبي صراحه. ايه انت بتتكلم بجد؟ طب اطلب لي قهوه بقى عشان انا عايزه افوق لك كده وانت بتحكي. قهوه. وطبعا انت دلوقتي مفلس. جوه مصر يعتبر مفلس، بس بره مصر الوضع مختلف خالص. وطبعا مش عارف تدخل فلوسك. المشكله ان فلوسي اللي بره مش فلوس سايله، اسد، عقارات، شقق، محلات، شركات. بس المشكلة الأكبر ممنوع من السفر. طب ليه ما تحولش فلوسك؟ حاولت أعمل كل حاجة ممكن تفكري فيها، فما تتعبيش نفسك وتفكري. طب هو يعني المبلغ كام تقريبا؟ $50 مليون. شكلك رايح في داهيه. عشان كده جيت الاوتيل اشوف بقى ايه اللي هيحصل لي واهرب من الواقع الاليم اللي جاي. بفكر يمكن لاقي حل. الناس كلها بتتعامل مع الفلوس على ان هي دي السعاده او الراحه، مع ان انت مثلا مشكلتك الفلوس، وانا كمان مشكلتي الفلوس. اوقات كتير قوي الفلوس بتكون لعنه على فكره. يعني انا مثلا عندي فلوس كتير قوي فوق خيالك. ابويا كان صاحب شركة استخراج ده، وكتب كل حاجة باسمي أنا وأختي، وحرم أخويا من ميراث كل الفلوس عشان هو أصلاً كان عايز يستولي على فلوسه وهو عايش. أنا وأختي بندفع مبالغ رهيبة عشان نحمي نفسنا من هو كان بيهدد. هو أنت أصلاً مش عايشة في مصر مش كده؟ عايشة في اليونان، بيتي وحاجتي كلها هناك، بس بحب أنزل مصر كتير. ثانية، يونان؟ هو أنت أخوكي بيشتغل في حاجات غير قانونية يعني، ولا إنسان زينا كده طبيعي؟ لا هو شبهنا ولا هو طبيعي. أنا أصلاً معرفش هو أخويا إزاي، يعني من نفس الأب والأم. يعني أنت عايزة تفهميني إن في اتنين عايزين يأذوكي، الشخص اللي كنت مرتبطة بيه وأخوكي، الاتنين. شفت الهنا اللي أنا فيه؟ أكتر اتنين في الدنيا المفروض أحس معاهم بالأمان هما اللي أنا عايشة ليل نهار خايفة منهم. طول ما انا موجود في الاوتيل وانت فيه
واصلا موجود في الدنيا وشايفك، مفيش مخلوق هيقدر يهون ناحيتك ايا كان هو مين. سامعه؟ متخافيش. يا رب تكون بتتكلم جد. مش نقوم بقى. تشيك لو سمحت. على اللي انت حكيتيه ده انا عارف ان اكيد بقى عندك ازمه ثقه في الرجاله، وبالتالي هيبقى عندك ازمه ثقه معايا. عشان احاول اغير ده هتبقى مهمه صعبه. والحقيقه الحاجات دي ما بتتقالش، بتتحس، بتتشاف من المواقف. كل اللي اقدر اوعدك بيه انه انك هتلاقي حد تثقي فيه من غير ما تتأذي. ما تشغلش بالك بيا قوي. احنا كلها كام يوم، كل واحد فينا هيروح لحاله. مساء الخير. اهلا يا فندم. مساء النور. انا عندي ريزرفيشن هنا. حضرتك مستر هادي؟ اوكي. يا فندم الريزرفيشن موجود. تمام. اتفضل. تسلى بقى ولا ايه؟ ما انا ما اخدتش رقم موبايلك. طب ما انت بتكلمني على تليفون الاوضه يعني عادي. ايوه بس يعني احسن يكون الموبايل معايا عشان لو احتاجتي اي حاجه يعني. ثانيه واحده بس، الباب بيخبط. ثانيه واحده. غريبة جدا يعني. يعني مفيش حد؟ يمكن بيتهيألك ان في حد بيخبط. بيتهيألي ازاي يعني؟ بقول لك انا مش ناقصة خضة بصراحة يعني. طب ايه؟ اهدي بس ولا هتصرف. لو بعد كده الباب خبط اسألي مين قبل ما تفتحي، ويقفلي اللوك دلوقتي بتاع الباب. ده بيخبط ايه؟ اعمل ايه انا يعني؟ افتح ولا اعمل ايه؟ ما تفتحيش، انا هطلع اشوف فيه. مساء الخير يا مستر ياسين. مساء النور. اسف لو ضايقت حضرتك بس انا بخبط على 112. هو انت خبطت عليه قبل كده؟ لا يا فندم انا لسه جاي حالا. في حاجه؟ لا بس كنت عايز اشوفها لو محتاجه حاجه، في اي حاجه ناقصاها. لا متشكر جدا، انا مش محتاج اي حاجه. اسف على الازعاج. لا مفيش حاجه. بعد اذن حضرتك. اتفضل. ايوه ياسين. ها كان مين؟ لا مفيش حاجه. طيب تمام الحمد لله. معلش سوري يعني، انا اسف بجد على اللي بيحصل ده كله. لا مفيش حاجه خالص والله. بقول لك ايه، ما تديني رقم موبايلك احسن. يا ريت يا ريت بليز. مش قادر ابطل تفكير فيكي. ايه
قلت لك يا ياسين انا حياتي صعبه. انا قررت ان اورط نفسي واحل مشكلتك ومشكلتي. انا حاسس ان عايز اقرب منك قوي. اكتر من كده ده الباب في الباب اهو. مش عايز بينا اي بيبان. يا ياسين يا رحمة ياسين الحقني يا ياسين. في ايه؟ في حد بيحاول يفتح باب الأوضة. أنا جاي لك حالا جاي لك حالا. وصلت الحاجة؟ الحقيقة أول ما طلعت لقيت واحد واقف آخر الكوريدور، جريت عليه بس ما لحقتوش. يعني إيه؟ ما عرفتش أشوف شكله ولا أي حاجة؟ للأسف لأ، بس أكيد الأوتيل فيه كاميرات، إحنا ممكن ننزل للإدارة ونسألهم. هنقول لهم إيه؟ هنقول لهم إيه يعني؟ هنقول لهم اللي حصل، إن في واحد حاول يفتح باب الأوضة عليكي، أنت خفتي كلمتيني جيت جري، لقيته في آخر الكوريدور، جريت عليه ما لحقتوش. لا لا أنا لازم أمشي من الأوتيل ده. استني بس، تمشي تروحي فين؟ في أي حتة تانية. ما هو مادام وصلوا لي هنا يبقى هم أكيد تبع حد فيهم، أنا لازم أهرب. اهدي اهدي بس ونتكلم. طب مش عايزة أتكلم هنا، تعالى نتكلم جوه. تعالى. أنا آسفة يعني إنك خرجت كده. أصل أنا خرجت بسرعة، ما كنتش مركز لابس إيه ومش لابس إيه. وانت ليه خرجت بسرعه قوي كده؟ يعني كنت عايزه اشوف مين اللي واقف لك بره على الباب، ايه اللي بيحصل. من باب الجدعنه والرجوله يعني؟ من باب اني خايف عليك. ميرسي يعني انك مهتم، بس انت ما تعرفنيش يعني للدرجه دي. الحقيقه دي اول مره في حياتي اهتم بحد بالسرعه دي. طب وانا يعني المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ ما تعمليش حاجه، انا هتصرف. انا هنزل اشوف مين المانجر اللي تحت واحاول اتشكل الكاميرات، اشوف مين اللي كان واقف بره على الباب، ايه اللي حصل. لا ما مش هينفع يعني، انت هتكون تحت وانا هكون هنا لوحدي، وهو اصلا ممكن يرجع تاني. طيب ماشي تعالي معايا، بس ممكن تجيبي لي بس حاجه. حالا هجيب لك سليبر حالا. يا فندم ده بيكون السكيورتي بتاع الاوتيل وبيشيك على الغرف وبيشوفها مقفوله ولا لا، مش اكتر. بس مش لدرجه انه يحاول يفتح الباب يعني. انا باكد لك يا فندم انه ما كانش بيحاول يفتح، هو بس بيطمن ان الباب مقفول،
هو يمكن ايده تقلت شويه على اوضه حضرتك بس بشكل غير مقصود. بس انا يا معلش انا اسف، انا عايز افهم هو ليه حضرتك مش عايز اشوف الكاميرات؟ لا يا فندم مش الفكره، بس هو المسؤول عن الموضوع ده مدير امن الاوتيل، هو بيكون موجود الصبح ثانيا، لازم هو يشوف الاول وبعدين يعرضه على حضرتك، هي التعليمات كده. بس انا والله مش عايزك تقلق، الموضوع ما فيهوش اي قلق خالص، وبعدين حضرتك لو مصر يعني ممكن الصبح تعدي على مدير امن الاوتيل وتشوف معاه. ماشي، متشكر جدا، تحت امر حضرتك. متشكر، يلا يلا. ميرسي قوي يا ياسين بجد تعبتك معايا. لا على ايه، انا ما عملتش حاجه. انا شايف بقى انك تخشي كده تاخدي دش ميه سخنه وتريحي شويه وتنامي. بيني وبينك انا حاسس ان احنا كبرنا الموضوع شويه. تفتكر؟ يعني انت كنت لسه صاحيه من النوم وانا كمان كنت لسه صاحي من النوم، ممكن نكون استوعبنا الموضوع غلط. مش عارفه يعني، يمكن. تصبح على خير. تمنى. نمت؟ لا أنا صاحي، أنت ما نمتيش ليه؟ مش عارفة أنام، قلقانة ومتوترة قوي. طب تعالي نقعد مع بعض، أنا كمان مش جاي لنوم. طب ايه؟ 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 في ايه؟ يعني في موقف زي ده يعني المفروض الواحد يعني دماغه تروح ل يعني حاجات ما يصحش. طب انت هفكر كده في حاجات ما تصحش وانا هوريك بقى اللي ما يصحش بجد. طب ما انا عايز اشوف اللي ما يصحش بجد ده اعمل ازاي؟ وريني. عيب كده، احترم نفسك يعني، ما ينفعش تهزر معايا بالشكل ده. عنيف انت اهو. ولا عنيف ولا حاجه. طب انت عارف يعني انت مثلا يعني لو فكرت تعتدي عليا. اعتدي عليكي؟ بلاش، يعني لو فكرت تغتصبني. اغتصب مين يا حاج؟ ايه حاجه دي؟ اصل اعتدي عليكي واغتصبك ده جو قديم قوي. يعني انت لو فكرت تعمل كده انا اصلا يعني مش هعرف اعمل حاجه، مش هعرف اقاوم يعني ولا اضرب ولا اي حاجه، انا اصلا بخاف من خيالي. اه بتخافي من خيالك؟ اه ده انا لما عرفتك كان في اتنين بيجروا وراك عايزين يقتلوكي. ما انا قلتلك انا خيبه وحظي منيل. وانا جعان. ايه ده بجد؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه الفرحه اللي انت فيها دي؟ اصل بصراحه انا يعني جعانه جدا، بس اتكسفت اقول علشان المفروض انت راجل يعني هتجوع اكتر مني، فانت المفروض تبتدي وتقول انك جعان. اللي يشوف شخصيتك اللي انت ظاهراها للناس
ما يشوفش الطفل اللي قاعد قصادي دلوقتي. ناس كتير بتقول لي كده، عشان كده يعني دايما بلبس وش عشان يعني محدش يضحك علي، في الاخر برضو بيضحكوا علي. طيب ايه ناكل؟ ايه تشيز برجر؟ ايه ده معقوله دلوقتي ناكل تشيز برجر؟ خلاص يبقى ما يصحش. لا لا ما صح، انا هاكل تشيز برجر وفرايز وكاتشب، انا اصلا جعانه جدا على فكره. هطلب. اطلب انا. خلاص ماشي ماشي يا فندم، ماشي، واضح ان حساباته بتتصفى. خلاص مش مشكله، متشكر جدا، ما تشيلش هم، انا هتصرف. معلش انا هضطر اقفل دلوقتي، في ناس دخلت عليا. ماشي شكرا، مع السلامه. انت كويسه؟ ميرسي على الغطا. غطا بس؟ ده في غطا جرين حافين نمنع الفوتيه، كان يوم بهدله. سوري والله كانت ليله غريبه جدا، بس مش عارفه ازاي ايمه مبسوطه. وانا كمان اتبسطت. انت طيب قوي. ولا طيب ولا حاجه، انت بس اللي شايفاني كده. وبعدين اي حد مكاني كان هيطلع يشوف فيه. لا انا ما اقصدش امبارح. تقصدي ايه دلوقتي؟ يعني انا وانا جايه شايفاك على التليفون متوتر واعصابك مشدوده، يعني واول ما جيت قعدت وشك اتغير، يعني حسستني ان انت ما عندكش مشاكل، مع ان انا عارفه ان عندك كتير. انت مش ناقصه مشاكل، كفايه المشاكل اللي عندك. بعدين ما تقلقيش، اي حاجه عندنا هقدر احلها. ياسين انت اهتميت بيا امبارح وقفت جنبي في المشكله اللي كانت حاصله، يعني فاكيد انا لازم اهتم بيك. ممكن تقول لي ايه الاخبار؟ اخبار جديده؟ مفيش. لما اكلم حد عشان باخد قرض او يسلفني المبلغ، عارفه لما العيد بيقع تكتر سكاكينه، بحس ان الناس شمتانه كده، بس عادي يعني هتتحل. ياسين ممكن تخليني اساعدك؟ بص أنا مش عايز تدخلي في مشاكلي، أنا تمام، عارف أنا هعمل إيه ومستعد نفسيا لأي حاجة تحصل لي. خليني أعمل معاك ديل. أولاً أنا هعمل كده علشان أنا عايز أعمل كده، ثانياً عشان برضو هستفيد. مش فاهم. بصراحة أنا أول مرة من سنين طويلة بحس براحة نفسية مع حد، يعني بحس إن أنا مطمنة وأنت موجود.
مش عايزاك تختفي بس. ايوه بس انا ما عملتش حاجه عشان تخليك تحس الاحساس ده. وبعدين انت ما تعرفنيش، ما تعرفيش حاجه عني. ازاي اصلا تثق فيا؟ انا بمشي ورا احساسي اغلب الوقت، يعني احساسي بيكون صح، ساعات بيطلع غلط بس اغلب الوقت بيكون صح. وانا حاسه ان انا مطمنه وانت موجود، حاسه بامان. يعني انا اول ما صحيت النهارده قعدت ادور عليك غريبه جدا لحد ما نزلت ولقيتك هنا. انا من ساعه ما عرفتك وانا حاسس اني مبسوط. اه استريح، نسيت مشاكلي. يمكن انا اصلا جيت المكان ده عشان اهرب من مشاكلي بس نسيتها لما شفتك. احنا قلبنا القعده دراما ليه؟ مصيبه انها علاقه كلها اكل. مش عايز تاكلي؟ تيجي ننزل المطعم اللي تحت ناكل ونكمل كلامنا بعد كده. ماشي. عجبك الاكل؟ شايف ايه؟ عجبني جدا. انا بعد كده هخليك انت اللي تطلب على طول. انا اصلا فاشله، ما بعرفش اختار. بسيطه خلاص كده، سيبينا نختار. ماشي. بص ياسين، انا عايزه افهمك حاجه. الفلوس هي اخر همي في الدنيا، ملهاش معنى خالص بالنسبه لي. انا عايزه اقف جنبك عشان تحل مشكلتك، بس بصراحة عندي شرط واحد. مع إني مش موافق على اللي أنت بتقوليه ده، بس عندي فضول أعرف إيه هو الشرط. أنا مش ناوي أدخلك في مشاكلي يا رحمة. خلاص مش هقول. لا لا، قولي قولي. يعني ما هو الاقتراح ده في مصلحتي على فكرة، يمكن أكتر من مصلحتك. بص ياسين، أنا مش مستعدة، يعني مش مستعدة أشوفك تدخل السجن، عشان أنت لو اتسجنت أنا مش هشوفك تاني، وأنت وجودك في حياتي هيغير حاجات كتير قوي. أنت بتكلمي بجد؟ بجد بجد جدا. بص يعني أنا من زمان ما حسيتش بكده، يعني حاسة بأحاسيس كده حلوة غريبة. طب انتي ما قلتليش ايه هو الشرط؟ انك تفضل جنبك، متبعدش عني خالص، تفضل موجود في حياتي بالصورة اللي انت عايزها. يعني انا مش هفرض عليك حاجة. رحمة، لو الكلام اللي انتي بتقوليه ده بجد هيبقى في مشكلة. بص ياسين، أنا بصراحة مش مكسوفة إن أنا أتكلم بصراحة، يعني أول مرة أصلا أحس بكده. عايزة أقول لك كل حاجة. أنا أول ما شفتك ابتدى يبقى عندي كده خناقة بين عقلي وبين قلبي. عقلي بيقول لي ما ينفعش، أنتي تختاري غلط، وكل اللي كل اللي بتقابليهم في حياتك ما ينفعوش. وقلبي بيقول لي لا، اديله فرصه، هو ده. وبعدين عقلي قال لي لا، اديله بالجزم. اه تدي مين بالجزم؟ ادي قلبي. اه اوكي. يعني عقلي قال لي انت فهمت ايه؟ لا طبعا لا. يعني بص، انا عقلي دايما بيخوفني، بس بصراحه قلبي المرة دي كسب. قال لي اديله فرصة، مش يمكن يطلع هو؟ أول لما شفتك كان كل أمنيتي بس إنك تبصي لي، مع إنك كنت رزلة معايا شوية، رزلة أوي. وقلت خلاص بقى مش هتعبرني، بس
بعد الكلام اللي انت قلتيه ده في حاجة جوايا كده حاسس اني بقيت عيل صغير وانا شكل عيل صغير. تاكل حاجة حلوة؟ بص بقى انا فكرت في ايه؟ ايه؟ انا واختي عندنا استثمارات بملايين، مصانع وشركات ورثناها عن ابويا. يعني انا فكرت ان انا اقدر اطلع المبلغ اللي انت عايزه وزياده، بس ما تسيبنيش زي ما اتفقنا. في ايه؟ بص يا رحمه، من الواضح انك مش فاهمه نوعيه الراجل اللي قاعد وصادق ده. انا لما عرفتك واتكلمنا وعرفنا بعض خدت قرار اني عايزك في حياتي، بس اللي انت بتقوليه ده ملوش غير معنى واحد، ان ده هيبقى قصاده ده. انا مش رخيص قوي كده. انا ياسين انا اسفه والله، مش قصدي، افهمني عشان خاطري. لو انت فعلا مبسوط وعايز تفضل معايا يبقى انت لازم تحل المشكله دي، عشان انت لو ما خلتنيش اساعدك انت ممكن يحصل لك حاجه بقى، تختفي تبقاش معايا وانا ارجع بقى لوحدي. وانا هفضل معاكي بس من غير اللي انت بتقوليه ده. نقفل بقى الموضوع ده. مساء الخير. مساء النور. انا اسف، واضح اني غلطت في الاوضه. لا مفيش حاجه. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هو حضرتك تعرف انا اسمي رحمه؟ رحمه؟ هو حضرتك تعرفها؟ طبعا اعرفها. معلش مين حضرتك؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تعرف ان انا مش غلطان في الاوضه ولا حاجه، بالعكس انا جاي لك انت مخصوص، وده عشان اعرفك ان رحمه تخصني. وعلى فكرة أنا مش مبسوط خالص بعلاقتك برحمة، بحذرك ده لو استمر هتزعل قوي، مش لوحدك، أنت وهي. مين ده اللي يزعل؟ تعرف أنت بتتكلم مع مين؟ غور يا رب غور. خليك فاكر أنا حذرتك. سلام. ده ايه حكايته؟ هي في ايه؟ مالك خضتني؟ انا اسف، انا ما كنتش اعرف ان انت شكلك متعصب. لا مفيش حاجه، اتفضلي. لا لا اتفضل ايه، انت اتفضل. انت عايزين ننزل نشرب حاجة وناكل حاجة ونسمع مزيكا؟ طيب ممكن بس دقيقتين. ايوه. طيب وانا هروح الأوضة وانت لما اوكي. بص بقى انا هقول لك، دايما بطلب حاجات غريبة وانا لوحدي، فلو مش تمام صلحلي. ماشي. عندهم فيتوتشيني ألفريدو، متهيألي إنها. مالك يا ياسين؟ لا ما فيش حاجة. ماله الألفريدو؟ لا أنت يعني أنت مش طبيعي من أول ما نزلنا.
هو انت ابتديت تزهق مني؟ لا خالص. ليه بتقولي كده؟ يعني شكلك متوتر جدا او متضايق. لو على مشكله البنك انا هحلها. انا ما بفكرش فيها اصلا. امال بتفكر في ايه؟ ولا حاجه. تعالي ناكل وبعد الاكل انا هحضرك. يبقى في حاجه. انا مش هاكل غير لما تحكي لي. من شويه جالي واحد على الاوضه خبط عليا، فتحت له سألني عليكي، قال لي انت تعرف رحمه؟ قلت له اه. قال لي ابعد عنك، وهددني انه لو ما بعدتش هيزعق عني. شكله ايه؟ طويل بدقن، كان لابس ايس كاب، تقريبا عينه كانت لون عسلي. طب يعني انت قلت له ايه؟ هزقته. هو ده ممكن يبقى اخوك اللي انت قلت لي عنه، ولا الواد اللي انت كنت مرتبطه بيه؟ لا يعني الاوصاف دي مش شبه حد فيهم اصلا. طب ممكن يكون مين؟ مش عارفه. ممكن يكون حد فيهم بعته. أنا خايفة. ما تخافيش، طول ما أنا جنبك محدش هيقدر يجي ناحيتك. شفت، أنا قلت لك أصلا إني محتاجة لك. طب أنا بس مش عارفة أروح فين دلوقتي. أنا لازم أمشي من الأوضة. وأنت كل حاجة تقولي لازم أمشي. ما دام وصل لك هنا يقدر يوصل لك في أي مكان تاني. طب على الأقل بقى يوصل لك في مكان أكون أنا فيه عشان أقدر أحميكي. صح، عندك حق. بس أنا خايفة قوي. يعني هو ممكن يعمل، هو ممكن يقتلني؟ ما حدش شر عنك. اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، ما بيهددش. أعتقد دي رسالة مبعوثة لك، أيا كان اللي بعتها بقى، أخوكي، الواد اللي أنت كنت مرتبطة بيه. اللي بعت الرسالة دي عايز يقول لك إنه شايفك، إنك تحت عينه، يقدر يوصل لك أي وقت وعايز يوصل لك فيه. أو عايز يبعدك عني؟ ده مش هيحصل. بجد؟ بجد. رحمة، أنا ابتديت أحبك بجد. أنت متأكد؟ طيب أنا هكلم أختي بكرة وأقول لها اللي أنا عايز أعمله، وهجيب الفلوس على طول عشان نخلص المشكلة اللي أنت فيها دي، علشان تفضى بقى إنك تخرجني من الكابوس اللي أنا فيه ده. أيوة، بس هي أختك مالها ومال الموضوع ده؟ ما أنا كل حاجة بيني وبينها بالنص، وإحنا الاتنين لازم نمضي على كل حاجة مع بعض. بس أنا متأكدة إنها هتوافق. والله ما عارف، يعني التصرف ده صح ولا غلط؟ صح جدا. أهم حاجة إنك ما تسيبنيش. هو أنت ممكن تتجوزني؟ أنت عارفة إنك عاملة زي الأطفال. بجد؟ ما تهربش من السؤال. لا طبعا. هو أنا طول. طب خلاص، أنا بكرة هكلمها عشان نخلص الموضوع ده، وتفضى بقى إنك تنقذني. خلاص، اعملي اللي أنت عايزاه. بس يا حبيبتي أنا مش عايزك تخافي، في الباب عليكي كويس جدا من جوه، ولو في أي حاجة أنا جنبك. ما تخافيش، كلميني هتلاقيني عندك. حاضر. تصبح على خير. أهلا. ياسين. ايه؟ لا خلاص. لا لا لا، قولي. قولي. بحبك. ايه؟
وعايزك تفضل معايا على طول. السيطرة 48 ساعة بالظبط والمهم هتكون خلصانة. أنا بجد مبسوطة قوي، يعني حاسة إني بقيت مرتاحة ومش خايفة. ميرسي قوي إنك في حياتي. أنا بجد مبسوطة قوي، يعني حاسة إني بقيت مرتاحة ومش خايفة. ميرسي قوي إنك في حياتي. أنا كمان حاسس بكل ده وأكتر. يا رب بس أفضل دايما قادر أساعدك وأحافظ عليكي وأطمنك. على فكرة أنا لسه قافلة مع أختي وكلمتها في الموضوع. وهقول لك لما اشوفك قالت لي ايه. اوكي يا حبيبتي، يلا نامي دلوقتي والصبح اشوفك. ما تقلقيش من اي حاجه، انا جنبك. ألو، يا جمال، مين إيه؟ أنا عبدالله. يا ابني أنا مش قلت لك سجل كل النمر اللي بكلمك منها؟ يا عم ما تخنونيش بقى. اسمع، أنا عايزك تجهز لي كل الأوراق اللي طلبتها منك. وخصوصاً أوراق الشركة. تجيبها لي على الأوتيل. عايز أصحى الصبح ألاقي الورق ده. ماشي يا جمال. الاوتيل هنا طبيعي، يعني الجست يبقى ليه طلب او عايز حاجه وانتوا تتجاهلوه؟ لا ابدا يا فندم، مفيش تجاهل. انا بالفعل لما جيت لقيت مدير الشيفت نايت سايب لي رساله موضح فيها اللي هو حاول يتصل بمدير الامن اكتر من مره وللاسف ما عرفش يوصل. عرفش يوصل لمدير الامن؟ ما اللي انا عارفه ان المفروض مدير الامن يبقى فيه اكسس عليه 24 ساعه، ولا هنا في الاوتيل ده بيبقى الصبح بس؟
لا ازاي يا فندم، الموضوع مش كده خالص، بس اللي عرفته اللي هو كان عنده حاله طارئه امبارح مش اكتر. وعموما انا مفوض للتعامل مع حضرتك في الموضوع اللي عايزه، وانا تحت امرك. مش فاهمه انا هو فين. الو انت فين؟ انا اتخضيت. وايه اللي خضك بس؟ مش عارفه يعني، خفت تكون مشيت او حاجه، مش عارفه بصراحه يعني. هو انت فين؟ انا بشوف موضوع الشخص اللي جالي امبارح ده، هطلع على طول. طيب خلاص انا مستنياك، باي. معلش اسف، نكمل كلامنا. يا فندم انا ما اقدرش اقول لك بيانات ايه، بس اعتقد اللي انا قلت لك معلومه مهمه جدا، وهي ان الجس ده عمل شيك اوت وما بقاش موجود في الاوتيل فعلا. انا كل اللي عايز اعرفه حاجه واحده، اسمه. انا محتاج اعرف اسمه ايه. هو المفروض ما اقولش لحضرتك على اسمه، بس انا هقول لك اسمه. هو اسمه هادي، هادي زياد بهاء المسلمه. بس ارجوك انا ما قلتلكش حاجه. هادي المسلمة، ماشي. طب انا ليه طلب شخصي بني ادم ده لو رجع الاوتيل ده تاني؟ انا عايزك تبلغني فورا. الراجل ده هددني، فاهم يعني ايه هددني؟ اوعدك بس برضه بشكل شخصي، ان لو رجع الاوتيل تاني كزائر او حتى كجست وشفته هبلغك. شكرا. بس انا عمري ما سمعت الاسم ده قبل كده في حياتي. انا ما اعرفش مين ده. مش مهم، انا هحاول اجمع عنه اي معلومات. المهم اللي احنا تاكدنا انه مشي من هنا. اسمع يا رحمه، اللي حصل ده رساله ليكي انت. ايوه فيها ايه الرساله دي؟ ما انا متلخبطه ومش فاهمه اصلا. اللي بعته عايز يقول لك انك تحت عينيه، يقدر يوصل لك في اي وقت وعايز يوصل لك فيه، يقدر يعمل فيكي اي حاجه. ياسين احنا لازم نتحرك اسرع من كده يعني. ما انت طول ما انت مهدد كده انا كمان هبقى مهدده. انت لازم تخلص مشكلتك على فكره، مش هينفع. وانا كمان كلمت اختي، هي جايه القاهره النهارده خلاص وعايزه تقعد معاك. انت عارف يعني المبلغ مش صغير. انا بس عايزه اقول لك ان اختي عكسي خالص يعني، هي مش زيي. اختك اكيد هتطلع مجنونه لو نفذت اللي انت بتفكري فيه ده. يا رحمه، يا رحمه انت ما تعرفنيش غير من اسبوع. ازاي تديني مبلغ زي ده؟ مش يمكن اطلع نصاب، كذاب، اي حاجه؟ مستحيل. عارف ليه؟ عارف ليه انا مصدقه انك مش كده؟ ليه؟ عشان مش كل ماثق في حد هيطلع نصاب او طمعان فيا يعني. اكيد ربنا مش هيعمل فيا كده، صح؟ وبعدين انا قلت لك ان انا ماشيه ورا احساسي وانا مصدقاك. ساكت يعني؟ مش عارف اقول لك ايه. اقول لك انا، انت عايز تمشي يعني؟ رجعت نفسك ومش عايز تبقى موجود وسط المشاكل دي كلها. حقك على فكره، انا ما اقدرش منعك. انت ليه بتقولي كده؟ عشان مش طبيعي واحد يبقى موجود في مشكله ومعرض للسجن، ومفروض يعني انه متعلق بواحده وبيحبها وتعرض انها تنقذه وهو يرفض. انا مش برفض يا رحمه، بالعقل بس. مين في زمن زي ده يدي واحد ما يعرفوش المبلغ ده؟ مين يا رحمه؟ انا اعمل كده؟ عملت لي ايه يعني الفلوس؟ ولا حاجه على فكره، بيوت وعربيات وسفر، بس طول عمري لوحدي. انا ممكن استغنى عن كل فلوسي بس احس ان في حد بيخاف عليا، وانت اديتني الاحساس ده. آه.
ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، لما اختي تيجي تقعد معاها بس تستحملها عشان خاطري، يعني هي طف شويه واجريسيف بس والله طيبه. بليز. حاضر حاضر. عن ناجي أختي وشريكتي ياسين اللي حكيت لك عنه. اه طبعا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. وحضرتك نشاطك ايه؟ الحقيقه انا عندي نشاطات كتير بس متخصص في الاستيراد. اه بتستورد ايه يعني؟ يعني على فكره مش مهم بيستورد ايه، هو مش تحقيق يا ماجي. سيبيها هتسال، احنا بنتعرف على بعض لسه. انا بستورد حاجات كتير بس مين بستورد قطع غيار موتوسيكلات الصين. كويس. بص هي يعني طبعا انا ما اعرفكش كويس، وانا شايفه برضو ان رحمه يعني لسه متعرفه بيك. رحمه طالبه مني حاجه انا اقدر اعملها الحمد لله، يعني الفلوس بالنسبه لنا مش مشكله، اللي انا عندي مشكله بس في اني احس اني بحط فلوس في مكانها اللي مش مظبوط. هو كلامك مظبوط طبعا، لان فكره انك تدي لحد مبلغ زي ده غريبه سواء تعرفيه او ما تعرفوش. استنى يا ياسين، على فكرة مش ده اللي احنا اتكلمنا عليه يا ماجي، وبعدين انا مش شايفة اي حاجة غريبة في ان انا ادي فلوس لخطيبي. خطيبك؟ ايوه ياسين خطيبي. اوكي. انا عارف ان حضرتك عندك فلوس كتير في حسابات اكبر، طيب ما تحول لنا الفلوس دي على حسابنا اللي في بنك اتينا، واحنا هندي لك الفلوس اللي انت محتاجها جوه مصر. هي بس المشكلة إن الفلوس اللي بره مش فلوس سايلة، هي عبارة عن جنيهات ذهب وسبائك. طب الفلوس السايلة عندك قد إيه؟ حوالي 8 مليون. 8 من 50 ده بعيد قوي. لا مش بعيد، وبعدين هو كده كده هيدفع لما مشكلته تتحل على فكرة. ويا ترى حضرتك مستعد تدفع 8 مليون دول؟ أيوة يا فندم، يعني هتديني بس مهلة بسيطة جدا وهحول لك المبلغ على طول. طب ممكن تدوني فرصة أفكر؟ تفكري في إيه يا ماجي؟ أيوه طبعاً ديها فرصة عشان تتأكد إن هي هتعمله ده صح ولا لأ. ميرسي إن حضرتك متفهم. لا يا فندم مفيش حاجة، هو ده الصح. طيب أستأذنكم بس 5 دقايق هعمل حاجة وأرجع تاني. شدينا مع بعض ليه يعني؟ ده حتى ظريفة قوي. ظريفة؟ أنا ما شفتش أي ظرف، دي كانت غلسة جدا. هي حقها تخاف على فلوسكم،
وبعدين مش عايزك تقلقي كده وكده. انا هحاول اتصرف من حته ثانيه عشان احل المشكله برضو. يعني انت فاكر انها هتمشي كلامها عليا؟ على فكره بقى مش هيحصل. انا مش عايز مشاكل ما بينكوا يا رحمه. المهم عندي انك تخلص مشكلتك على فكره. مش هي قالت سيبني افكر؟ سيبها تفكر. وكده وكده انا مش ساكت، انا زي ما قلت لك هحاول احل مشكلتي من حته ثانيه. طب هو انت ليه ما علقتش على الكلمه اللي انا قلتها لاختي؟ هي خطيبك يعني غالبا هيبقى شر لك. ماشي. هو انا اوفر في احساسي؟ بصي احنا ممكن نبقى ما نعرفش بعد من فتره طويله، بس عارفين بعض. بس انا حاسس ان اعرفك من زمان قوي. وانا كمان. تيجي نخرج يلا. هنعمل ايه؟ نتعشى في حته بره الاوتيل، نسمع مزيكا. يا ريت. يلا بينا. اختك هتيجي معانا؟ ما افتكرش هي هتمشي. معانا بالليل؟ معانا بالليل. ده الموقف دلوقتي. عموما بعد اللي انا عملته ده انا اقدر اسمعهم كويس قوي. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل وبعدين نقرر. ماشي يا باشا، مع السلامة. على فكرة انت كنت غلسة قوي معي يا رحمة. احنا ما نعرفوش. مش معقول هنرمي 50 مليون جنيه لواحد ما نعرفلوش لا اصل ولا فصل. انا عارفة، بس دي فلوسي زي ما هي، وانا مش هسيبك ترمي فلوسك في الارض. هو لو هيدفع 8 مليون المفروض تطمني. على فكره معلش سيبيني افكر لوحدي من غير ضغط. انت رايحه فين؟ الله، انت مش قلتي لي ان انتوا خارجين؟ سيبيني بقى انا اخرج مع صحابي. ماشي اوكي، باي. I love you. Love you too. الو، ايوه ياسين. انا خلاص تقريبا جاهزه، دقيقتين بالظبط وهنزل. اتفقناش على ايه؟ ما عنديش استعداد اتخانق مع طوب الارض في الشارع. وليه تتخانق ايه يا سيدي؟ هو انت ما عندكيش مرايه في الاوضه؟ عندي. اي حد يشوفك ما عكسكيش يبقى عنده مشاكل. انت مش غريب. حلو؟ عجبك؟ جدا. يلا. ياسين، أنا كل شوية يجيلي إحساس إن أنا هموت مقتولة. هتشتغل ليه بتقولي كده؟ لما يكون في 2 رجالة عايزين يخلصوا مني.
تفتكر هكون حاسه ازاي؟ اخوكي وعارفين ان عايز يخلص منك ليه؟ الزفت بقى اللي انت كنت مرتبطه بيه ده ليه عايز يخلص منك؟ انت عملتي له ايه؟ ما عملتش حاجه. لا عملت؟ لا، هو اللي مش طبيعي يعني، كان شكاك بزياده، بيغير قوي، عنيف. المصيبة الكبيرة انه كان بيضرب، فانا بصراحة تعبت وهربت، وهو مكلف ناس ترجع. ترجعك فين؟ ايطالي، هو عايش هناك، وبعتلي وقال لي انه هيرجعني عايشة او ميتة. محدش هيقدر يجي جنبي طول ما انا موجود، متخافيش. مش عارفه كنت هعمل ايه لو انت ما كنتش ظهرت، انا كنت هموت من الخوف. ده كفايه الراجل اللي جه فجأة ده. عارف انا فكرت في حاجه غريبه شويه. ايه؟ انا حاسه ان هما ممكن يبعتوا حد تاني غير الراجل اللي هما بعتوه ده. ممكن يكونوا بعتوك انت؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ تقفشت ليه؟ ازاي تفكري في حاجة زي كده؟ مش عارفة يعني، انا اسفة، ما تزعلش والله صدقني، انا مش قصدي انا، بس انا قلت لك اللي انا فكرت فيه. انت مجنونة؟ منين انت يا عايز تديني ملايين وتستعمليني عليهم؟ ومنين شايف ان انا ممكن اذيكي؟ انا اسفه، ما تزعلش مني، غبيه بقى، بفكر ساعات بحاجات غبيه. سوري بقى، خلاص ما تبقاش فيكس بليز. رايح فين بس؟ تعالى مش تكمل رقص؟ لا. ليه انت مش بتحب ترقص؟ لا أنا برضه مش بحب الراجل اللي بيحب يدرس. يا أحمد الألفي، وحشنا يا أبو حميد. حبيبي حبيبي، ازيك؟ عامل إيه يا أحمد؟ أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ كله تمام؟ بقالي 3 سنين ما شفتكش. مشاغل. أنت فين يا أحمد؟ مشاغل مشاغل. معلش هستأذنك عشان معايا ناس. أنت مالك يا أحمد بتزقني كده ليه؟ عامل في إيه؟ أنت بتعلي صوتك في أحمد ليه؟ خلاص، حط صوتك شوية. بقى أنا جاي أكبرك يا أحمد وأسلم عليك، تتكلم معايا كده؟ عامل في إيه؟ أقول لك إيه؟ من وشي بدل ما اكسر عليك المكان. يلا 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 يلا، تشكك عبيط ولا ايه؟ اسر الشر. شر؟ طب امشي عشان انت شكلك سكران. يلا. ايه يا عم مالك شايف نفسك علينا كده ليه؟ متهت كده شويه. ياسين هو في ايه؟ يلا يلا بينا. مفيش حاجه. يلا بينا. بدل انت عيل هفق ما تعملش فيها ذكر. ياسين الراجل ده. اخو بنته كنت خاطبها زمان، سيبنا بعض، حصل مشاكل، عيل سكران اهبل. طب وليه كان عمال يندهلك احمد احمد احمد؟ انا بقول لك يا رحمه كان سكران. انا اول مره اصلا اشوفه بالشكل ده، معرفش ايه اللي وصله لكده، وده اللي عصبني. يعني انت اسمك ياسين مش احمد؟ مش بتضحك عليا؟ هضحك عليك ليه يا رحمه؟ وبعدين يعني اسم احمد وبيدلعوني يقولوا لي ياسين. خلاص والله بهرج معاك عشان افكك شويه. انا كده هفك؟ ما تزعلش يا احمد. وانتي هتفرق معاكي اسم احمد، ياسين، حسن، عبد الفتاح، اي حاجه؟ مش تفرق. اتكلم بجد؟ لا ليه؟ يا احمد. ياسين احمد، عندك اسمين؟ وجعك؟ شوية. ها؟
مثلا؟ الله يسلمك. بس مش تفرق معاك. افتكر. ليه؟ أول مرة حد يهتم بيه يخاف عليا يعني. أنت ما سبتنيش لوحدي وجيتي تعالجي الجرح اللي عندي. إحساس حلو أوي. عمري في حياتي ما حسيته. انت شكلك بدأت تحبني بجد ولا ايه؟ يظهر كده للأسف. للأسف وليه للأسف؟ عشان المشاكل اللي أنا فيها وظروف حياتي وكده. احنا مش قلنا بقى هنحلها ممكن بقى تحكي لي شويه عن نفسك. انا ما اعرفش عنك حاجه خالص. يعني احكي لي عن اهلك، عن حياتك. احكي لي كل حاجه بس صفاتها. ممكن توعدني؟ اوعدني ان انا مش هتصدم فيك وان انا مش هكتشف حاجه وحشه. انا مش هقدر استحمل بجد. انا ممكن اموت نفسي. سكت ليه؟ لو شكلي حبيتك بجد راح. لو بجد بتحبني يبقى لازم بكره نخلص كل المشاكل اللي عندك دي ونشوف بقى بعدها يعني هنعمل ايه. هو انت ممكن تتجوزني؟ وانا طول. بس انت ما وعدتنيش برضو. اوعدك شيطان شاطر كده يعني. خليك شوي. والله نفسي بس انا لازم ارجع الاوضه واكلم ماجي. اصحي انت كلمت المحامي؟ انت شكلك ولا كلمته ولا حاجه صح؟ اكلمه الصبح. ماشي يلا باي. تصبح على خير. بعدين بقى معقول اكون حبيتها؟ ما ينفعش. ما ينفعش فوق لنفسك. حتى لو وقفت كل حاجه ولغيت العمليه هتكمل معاها ازاي؟ مش هتقدر تكمل. انت مش ياسين. فوق. انت بتقول مين؟ احمد الالف يا عم. انت نسيته ولا ايه؟ انسى مين؟ ما البي ده اللي ضرب بطاقتي ولبسني في قضيه التزوير اللي انا غارس فيها لغايه دلوقتي. عمال اهرب من مكان للتاني بسببه. نادين رمضان بتاع البارك. استنى يا اسمان انا بقول.
اول مره اعرف ان الواد ده هو اللي عمل معاك كده. البيت ده مش نصب علينا بس، ده نصب على 100 واحد تاني غيري. ده غير كمان انا عرفت ان هو شغال شمال بيخلص وبيقبض. مين؟ يعني ايه بيخلص؟ بيقتل يا نادر، مالك في ايه؟ بيقتل وبيقبض. حبيب قلبي، يا نهار اسود ومنيل. رمضان حبيبي، عامل ايه؟ خير يا باشا. كان في واحد هنا في الباركينج من قيمة ساعة كده، فاكر عنه حاجة؟ كان معاه مين يا نادر؟ كان معاه بنت جامدة قوي، هي بيضة كده شوية. ايوه، يعني هو شكله ايه؟ بص يا معلم، هو في طولي كده وشعره اسود ودقنه خفيفة شوية. وجسمه جامد كده شوية؟ اه يا اخويا جسمه جامد. ايوه خدت بالي منه، مش ده اللي مشي وقت الخناقة؟ حبيبي يا رمضان، فاكر بقى أي حاجة عنه أو عن عربيته؟ لون العربية، رقمها إيه؟ أيوه يا باشا، بالنسبة لرقم العربية أكيد متسجل على البوابة، والرخصة برضو بياناتها أكيد متسجلة على البوابة. بس أنا هقول لك حاجة تانية خالص، أنا وأنا بركن العربية ببص فيها لقيت إيصال باسم فندق اسمه ياض يا رمضان. إيه؟ هفتكر لك أهو يا باشا، هفتكر لك. يا باشا انا بحاول اوصل لك ومش عارف، وكلمتك اكتر من مره وما ردتش عليا. انا محتاجك ضروري، العمليه دي لازم تخلص يا باشا. لو ما ظهرتش او ما جاليش اللي انا طالبه لغايه بكره انا هلغي العمليه دي. لو سمحت كلمني. مساء الخير. مساء النور يا فندم، حضرتك نازل هنا؟ تعالى بس داخل اسال على حد دول. بس يا فندم دلوقتي صعب الدخول الا للنزلاء. بقول لك ايه، ده سؤال على السريع بقى. طيب اتفضل. تسلم. مساء الخير. مساء النور. عندك نزيل هنا اسمه احمد الالفي؟ احمد الالفي؟ لحظه واحده من فضلك. لا يا فندم ما عنديش نزيل بالاسم ده. طب سيبك من الاسم، ركز معايا. شفت الواد ده؟ الواد ده نصاب. لا يا فندم ما عنديش نزيل بالاسم ده. طب سيبك من الاسم، ركز معايا. اتفضل. شفت الواد ده؟ الواد ده نصاب. ما هو يا فندم انا مش حافظ كل اشكال النزلة اللي عندي، وما اقدرش اقول لحضرتك ده نزيل عندي ولا لا. بقول لك نصاب. فندم انا ماليش علاقه بالموضوع ده، وحضرتك بتطلب مني بيانات نزلة وده ما ينفعش. احجز لي اوضه، انا قاعد. طيب استاذن حضرتك في البطاقه. اتفضل. سأل عليه اسم ابو ايه؟ انت قلت له انا قاعد في غرفه كام؟ طب لو سمحت انا مش عايز الجدع ده يعرف اي حاجه عني ولا يعرف انا قاعد فين. انا شخص مزعج جدا. لو سمحت بلغ كل زمايلك بكده. متشكر أوي. ألو، هو قاعد في أوضة كام؟ 312. ماشي.
متشكر جدا، متشكر. هي ناقصاكم يا نادر. عايزك تنفذ اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. هتكلم عميد اسمه العميد محمد احمد الزغبي. هتبلغه ان قاسم النبهاوي موجود في الفندق اللي انا هبعتلك اسمه في رساله دلوقتي. يا اخي انت مالك؟ نفذ اللي بقولك عليه. ايه يا مباحث تنفيذ الاحكام بتدور على الاسم ده؟ ما هو ده يا ابني الاسم اللي انا استخدمت بطاقته في عمليه الدكتور. انت تنفذ من غير ما تناقش. سلام. يا ولاد ال النهارده؟ لا والله يا فندم. طيب شكرا. اي خدمه. ميرسي. اللي انا اتخانقت معاهم امبارح موجودين هنا في الاوتيل، وانا خايف انهم يتعرضوا لك ولا يعملوا معاك اي مشاكل. انت فين؟ انا لسه طالعه من الريستوران. طيب اطلعي دلوقتي حالا على السويت. طيب حاضر. عندي ولا عندك؟ اي حاجه. تعالي عندي. طيب اوكي يلا جاي. سلام. يا جمال، وصلت العميد محمد؟ اتصرف، اوصل له بأي طريقة. المعلومة دي لازم توصل له النهاردة. اتصرف. مين؟ أنا رحمة ياسين. خضتني في إيه؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، مفيش حاجة. هو إيه اللي حصل؟ زي ما قلت لك، العيال دي هنا وشكلها جاي تعمل معايا مشاكل. عشان كده ما نزلتش؟ انا مش خايف منه، انا بس مش عايز فضايح. انا برضه راجل ليا اسمي وسمعتي. خلاص بلغ البوليس. بلغت؟ قاسم ده اصلا عليه احكام ونصاب وحرامي، واكيد هيقبض عليه. طب اهدى بس. ايوه يا ماجي، انت فين؟ طيب طيب انا جايه لك. دي اختي وصلت، هروح لها شويه واجي لك. خلي بالك على نفسك. ها حاضر. اهدى.
يا بنت اللذينة، البنت اتبخرت. لا تلاقيها طلعت اوضتها، هي اكيد هنا ما تلحقش تخرج. المهم معلم اتاكدنا ان هم هنا، احنا قاعدين مش ماشيين واكيد هيظهروا. نادر انا تقلت عليك، انت لو عايز تتكل تتكل انت عارف. بس انا قتيل الواد ده، انا عدل. نادر انا بقالي سنه بدور عليه، بقالي سنه بهرب من كل الناس بسبب اللي هو حاطيني فيه، ودي فرصه جت لغايه عندي يا نادر، فرصه اني ابرئ نفسي. يا معلم عيب عليك، انت اخويا ما تقولش كده، انا قاعد لحد ما الواد ده يقع. تعالى بس نقعد حته، يلا يلا بقى يلا يا اخي. الحكايه كده بتفرط مني، انا لازم اخلص. طب ورحمه انا حبيتها، بس اكيد مش هتضيع الملايين دي كلها علشان حب وزفت. انشف يا عبد الله انشف، بعدين في ولاد الكلب اللي تحت دول انا لازم اخلص منهم. انزل على الارض، انزل على الارض. ايه ده؟ انزل حضرتك. ماشي ايه ده؟ انزل. تمام يلا روح جنبه. انزل ايه حد يلعب مع احمد الالفي؟ ده على اساس ان انت احمد الالفي. احمد، حسين، عمرو، تامر، ما دام الخلقه دي دخلت في الحوار يبقى ما ينفعش تلعب معاه. يا راجل يا راجل، ده انا هربان من الدنيا كلها بقالي سنه بسببك يا اخي. انت هربان مش بسببي، بسبب انك طماع. طمعت طماع. الواد ده صعبان عليا، غلبان، بس يستاهل. عارف يستاهل ليه؟ عشان مشي ورا خروف زيك. الو، صباح الخير. لو سمحت، انا كان المفروض اعمل تشيك اوت امتى؟ لا لا يا راجل، ده انا حبيت الاوتيل بتاعكوا قوي. خلي تشيك اوت بعد 48 ساعه. كويس. ايوه، هو انا مش برضو سايب الفيزا بتاعتي معاكم؟ طب اسحب منها اللي انت عايزه. متشكر جدا. لو سمحت، انا مش عايز ازعاج. مش عايز حد يخبط عليا، مش عايز انضف الاوضه. انا محتاجه انام. انام؟ المراتب عندكم حلوه قوي. متشكر جدا. نسيت احط طبق.
أقامة سعيدة. ده تكتوب. عايز كاس بس على زورك. تلج وحاجة تظبط الدنيا. شو بكاس ليك انت كمان؟ الو، اخيرا رديت علي يا باشا. اوف شغل. هو انا ما فيش ورايا الا انت؟ باشا احنا بنعمل عملية كبيرة، لو سمحت لما اكلمك رد علي. قول لي عايز ايه؟ اول رايق فلوس. العملية دي هتتكلف 8 مليون جنيه. ماليش فيه يا صبحي، ماليش فيه. ده انت معاك اكتر من كده. هو انت فقير؟ اسمع، مش ده المهم. قول لي انت وصلت لفين؟ يعني رحمة تحت السيطرة، اختها هي اللي كل شوية بكلمة. وماله؟ تصرف. قول لي يا صبحي الورق اللي انت عايزه هو ايه؟ انا بعت لك كل اللي انا عايزه على الواتساب، ابص عليه حالا. قول لي يا باشا، وانت فعلا مش هتخش بأي فلوس في العملية دي؟ لا مش هشارك معاك. اسمع صبحي، خدها مني نصيحة. ال50 مليون ادفع شوية، حل الكيس عشان كده ربنا يكرمك. وانت عارف انه راجل كتير مش حلو. انجز خلص. خلص يلا سلام. واتساب، فين الواتساب ده؟ شكرا شكرا. ده الورق اللي انت عايزه يا فرحتي. حاضر حاضر يا استاذ، حاضر. وكل ده اكتشفتيه النهارده يا ماجي؟ انا بجد ندمانه اني ما قسمتش ميراثي معاكي من الاول. انا اللي بدفع ثمن دلوقتي يا حبيبتي. انت اللي عملتي كده بقرار منك، وقلتي انك بتعملي ده لانك خايفه من نفسك ودماغك، بالظبط زي اللحظه اللي احنا فيها دي. وانا لما باجي اتدخل عشان احميكي بتزعلي. مساء الخير. مساء النور. ممكن تناديلي رحمة؟ لا ايوه لا صراحة بقى يا استاذ ياسين، ده لو انت اسمك ياسين فعلا انا مش مرتاحة لك كده، وحاسة ان في وراك حاجة مش مظبوطة. ولو سمحت ملكش دعوة برحمة. لحد كده بقى وكفاية قوي انك تقولي رأيك في ياسين بيني وبينك ده وضع، وانك تكلميه قدامي بالشكل ده وضع تاني. وبعدين انت اصلا مالك؟ ما تقرليش اعرف مين وما اعرفش مين. وطي صوتك بس يا رحمه، احنا في اوتيل. استاذنكم بس ممكن نخش نتكلم جوه احسن. طبعا انا اسفه. هتفضل يا ياسين. يبقى انا همشي. لا معلش، انا جاي اصلا عشان اتكلم معاكي. يلا يا ياسين اتفضل. يلا يلا بسرعه. طبعا انا مقدر يا استاذه ماجي الشك اللي ممكن يبقى جواكي. الموضوع حساس بس الحقيقه انا ما عنديش وقت. انا جات لي مكالمه قالوا لي ان في قوه هتتحرك في ظرف 48 ساعه عشان تقبض عليا. باختصار مستقبلي هيضيع. مستقبلي ما بين ايديكم انتوا الاثنين بس. مرتاحه كده؟ أنا آسفة مش هقدر. أنا حتى معرفش فين شركتك، فين أوراقها، فين المحامي بتاعك؟ أنت عايزني أدفع 50 مليون جنيه وأنت تدفع 8 مليون بدون أي ضمانات؟ لو على شركتي بسيطة،
انا اقدر اخد حضرتك دلوقتي اوريها لك، ولو على اوراق والمحامي اقدر ابعت اجيبه هنا. بالنسبه لل 8 مليون جنيه انا اقدر احولهم حالا من حسابي لحسابك. افتكر بقى كده مفيش مشكله. هو انا لازم اخد القرار دلوقتي؟ براحتك، بس انا ما عنديش وقت، انا لازم اسيب الاوتيل دلوقتي حالا. هحاول اتصرف من اي حته تانية. اوعدك اول ما اتصرف انا اكيد لازم ارجع لك تاني. لا ياسين استنى، انت لو مشيت انا همشي معاك. ما كفاياكي مشاكل، مش كفايه اللي انت فيه. وعشان اللي انا فيه ده انا ما ينفعش اسيب ياسين. طب من فضلكم ممكن بس تدوني 10 دقايق كمان افكر؟ انا اللي غلطانه، انا المفروض كنت افصل فلوسي عن فلوس ماجي من زمان. بس بص، مادام قالت هتفكر يبقى اكيد هتوافق. ولو ما وافقتش انا هيتقبض عليا. لو ده حصل انا عايزك تعرفي حاجه مهمه قوي، إن أحلى أيام في حياتي هي اللي أنا عرفتك فيها. من أول ما عرفتك لغاية اللحظة اللي إحنا قاعدين فيها دي، والكلام ده بجد. حبيبي ياسين، أنت لازم تفهم إن أنا عمري ما هتخلى عنك أبدا. وحتى يعني لو بعض الشر قبضوا عليك، أنا هاخد إجراءات فصل فلوسي عن ماجي في ثواني، وهاجي أدفع أي حاجة أنت محتاجها. صدقني. وانت ممكن تعملي ايه؟ تعملي اي حاجة علشاني بجد؟ انا اعمل المستحيل عشان افضل معاك. هتتحملي قدامي مسؤولية كل حاجة هتحصل يا رحمة. انا واثقة في ياسين اكتر من نفسي. اول ما يجيلي اختار ان 8 مليون جنيه بتوعك دخلوا على حسابي اللي في بنك اليونان، هتلاقي 50 مليون جنيه دخلوا على حسابك المصري. وانا موافق، وفي خلال ساعتين المحامي هيكون هنا ونخلص كل الديل. بحبك ياسين. مش اكتر مني يا رب. مساء الخير، طمنوني عليكم. حدش بيتكلم؟ اه نسيت. عظيم، يا سلام. تعرفوا بس ان انا قلبي حنين، قلبي الوفا بقى. اكله الاول ولا تشربه؟ ده كل مش بقول لك غلبان. فيش يلا 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 يلا. ايش 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 الله. نديم باشا. سويت حل. ده ايه اللي جابك؟ معرفتش من أعمل لك يا صبحي. ولازمته إيه الاسم ده دلوقتي؟ أنت نسيت ولا إيه؟ نسيت العملية اللي كان فيها اسمك صبحي؟ ما بنساهاش. ده أنت عملت فيها أحلى شغل، أحلى شغل. عشان كده بحب أنده لك يا صبحي، بتفائل. ما إحنا عملنا مليون عملية بعد العملية دي، وكلهم خلصوا 10 على 10. مش معنى العملية دي؟ مش مهم، المهم الفلوس. قول لي النسوان دي هتدفع؟ أيوة هتدفع. مفيش تلج؟ لا مفيش.
سك مش مهم. برضو ايه اللي جابك؟ اوف العملية دي مو زي عملية ولا الفلوس. اسمع العملية دي لازم تكون تحت يدي. على فكرة التحويل هيكون على حسابي. نعم بس احنا ما اتفقناش على كده. غيرت رأيي. وانا اضمن حقي ازاي؟ عادي زي كل مرة. اسمع يا نديم، ما ينفعش ما اخدش حقي في العملية دي. العملية دي انا هحط فيها تحويشة عمري، يعني الفلوس اللي هتتحول في حساب ماجي هي كل اللي عملته طول حياتي. أنا مش نادل زيك. السبعة مليون هيبقوا 18 مليون بعد شوية، ولسه اللي جاي أحلى وأحلى. استنى حد. دي اكيد رحمة. طب استخبى ولا اعمل ايه؟ لا انا هفهمها انك المحامي بتاعي. محامي ماجي. معاك ضيوف؟ لا ده اتفضلي، ده المحامي بتاعي. اتفضلي. هيا ازيك يا هانم؟ اهلا وسهلا. امين عوده المحامي بتاعه. عندك دقيقه بس نتكلم مع بعض لو وحدنا. حبيني انا ممكن. لا 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 خليك، انا هتكلم معاك. اتفضلي اتفضلي. غيرت رأيي. نعم أنا مش واثقة فيك. حاولت ومش قادرة. أنا ماشية ورحمة ما تعرفش إن أنا ماشية، بس أنا فعلا مش قادرة. مش قادرة إيه؟ أنت جاية تقولي إيه دلوقتي؟ بعد ما اتفقنا؟ بعد ما وضبت كل حاجة؟ أنا مستعدة أديكي أكتر من 8 مليون. مستعدة أديكي 10 مليون. بلاش، أنا مستعد أكتب الشركة كلها باسمك، وبعد ما نخلص مشاكل الشركة هتبقى كلها تحت تصرفك. أنا آسفة مش هقدر. وأنت بتعملي كده ليه؟ عشان مش واثقة فيه. من الآخر كده شاكة فيه، وده قراري النهائي. طمنيني ايه الاخبار؟ جنلتهولك. نديم معاه جوه. تلاقيه دلوقتي جاي وعايز يدفع اكتر من 8 مليون. تفتكري؟ طبعا، هو اصلا قلقان من كذا حاجه وحاسس ان الموضوع بيبوظ منه، عشان كده كان لازم الدوسه الاخيره دي. نديم بيقول لي ان الواد ده مخه سم وممكن يقرا الليله دي لو طولنا. بس المهم اخد الكوميشن بتاعي. اظن ان المره دي كان ليا دور كبير قوي. تمام، وعجبتيني بصراحه، في تقدم. انت فاكره السيم كارد؟ طبعا اكيد، في الاوضه الثانيه وقفلاه. طب احكي لي بقى، ايه حكايه الواد ده مع نديم؟ ما انا قلت لك بيأدبه، وطبعا عايز ياخد حق. ايوه، يعني بيأدبه ازاي؟ هو في حد بيعرف يضحك على نديم؟ من اسبوعين كده نديم كلمني كذا مره في نص الليل، رديت عليه قال لي عايزك دلوقتي حالا. طبعا اتخضيت ورحت له.
ايه يا باشا؟ جايبني على ملا وش يعني؟ يا رب يكون الموضوع مستاهل. انتي هتنقي يا نور؟ لا اصلك مصحيني يعني في نص الليل وانا ما بعملش كده الا للغاليين، وانت غالي عندي وانت عارف. نور، انتي كنتي متخيله انه في حد ممكن يضحك عليا؟ ايه يا باشا، ده انت ضحك على الكوكب كله. ما تجيش طبعا. الكوكب كله الا واحد. طب ما تقريني الموضوع. هاريك، ده واحد كان بيشتغل عندي، بعته عملية، كان هيكسب فيها 350,000 جنيه وحشين. يا بخته، أنا نفسي تدخلني في حاجة تقيلة كده. هتدخلي وأكتر من كده. طلع وسرقني 4 مليون. يا نهار اسود، عايز ارجع فلوسي يا نور. انا لسه مكتشف من كام يوم انه كان بيضحك عليا، من ساعتها ما نمتش. وبعد اخر عمليه انت عملتيها معايا، انا قلت مفيش احسن منك عشان ينفذ الموضوع، وهتنفذي. انا عيني ليك يا باشا. مليون هيكون نصيبك. مليون ليه؟ هو احنا هنقلبه في كام؟ 7 مليون. كل ما يزيدوا النص بالنص، 50-50. حلو ده، حلو مش كده؟ وشكله ايه ده؟ لا هجيبهولك هنا صوت وصورة عشان تشوفيه، بس هو مش هيشوفك. ماشي، حلوة اللعبة. حلوة حلوة. جابوا في نفس الليل. مادام انت بالذات كلمتنا 4 الصبح يبقى في مصلحة حلوة. ضحك. اسمعي يا صاحبي، انا بقالي 4 شهور شغال على بنت معاها ملايين قد كده، ملايين، هي مصر هربة من اخوها واظن صاحبها وهما بيدوروا عليها. ابوها كان بيشتغل في الدهب، عندهم فلوس بتعدي ميزانيه الدول. يعني لو فتحت دماغك معايا 4-5 ايام هناخد منها 50 مليون. قول يا ملك. اسمع، البنت دي بتحب على نفسها من الاخر، يعني كل يوم يجي عيل امريكاني ايطالي صاحبها يومين ويقلبها وباي باي. عايزك لما تقعد معاها تحسسها انك رومانسي، تقولي انك بتحب الحياه، بتحب الحيوانات، انت عارفهم بتوع حقوق الحيوان وكده. كلمها رومانسيات هاني شاكر، دموع العندليب، الحاجات بتاعتك، حتتي. عارف لو عملت كده؟ الله الله. اسمع، هي قاعده في اوتيل دلوقتي، اوتيل متطرف، عايزه تهرب من الناس، عايزك تلبس اللبس اللي هو، تروح بساطتك اللطيفه بس على نار هاديه. بعد شوية لو جت وظبطت العملية طبعا انت هتروح وتقول لها انا عندي ازمة وعندي مشكلة، والمشكلة دي ممكن انه يتقبض عليك فيها. ساعتها هتفتح باب الخزنة وتقول لك اتفضل يا علي بابا. قول يا شبح، كمل حوارك. ايه في اسئلة ولا ندخل في التفاصيل؟ تفاصيل لا، ده كده تمام قوي. خدي رحمة. حلو رحمة. انت نور وهي رحمة، عشان نبقى رحمة ونور على روح ان شاء الله. بس بيني وبينك الواد مز الصراحة، انا مستخسره. امال انا اقول ايه؟ تخيلي انا اصلا حسيت انه بيحبني بجد. بيحبك ايه عبيطة؟ ده نصاب. ما انا عارفة انه نصاب، بس شفتها في عينه كذا مرة. هي باظت الحكاية ولا ايه؟ وانت اللي عمال تقول لي انك مسيطر. انا مسيطر،
بس على رحمة. أنا معرفش أختها دي طلعت لي من أنهي داهية. وأنت؟ أنت ما جبتليش سيرة أختها دي نهائي. أنا اتفاجئت كمان. أنا اتفاجئت. هو أنا جايبك ليه؟ مش عشان الحاجات دي ولا عايز كل حاجة على الجهاز. أنت آخرك معايا لبكرة الصبح. أكتر من كده هيبقى قلق. بكرة الصبح يا نديم؟ إحنا هنسيب فرصة زي دي تضيع منا كده؟ من خيبتك. أنت عارف إن الحاجات دي لما بتطول ريحتها بتطلع وأنت ملطوط. ألم واحد وهتتكلم. ماشي يا نديم. حاضر. آخري بكرة الصبح. لا. العصر. أربعة العصر. أربعة وخمسة. تبخر من المكان. فاهم؟ فاهم؟ حاضر. أنا مش عارفة أعمل إيه. في أي حاجة؟ لا هكلمها دلوقتي. طيب ماشي. لو وصلتي لأي حاجة كلميني. حاضر. يلا باي. يا ماجي بليز من فضلك، لما هو هيحط 10 مليون جنيه هيبقى نصاب ازاي يعني؟ يبقى على مسؤوليتك. وطبعا على مسؤوليتي. بعدين انا واثقه فيه وعارفه انه هيرجع الفلوس. بشرط. ايه هو الشرط؟ يحط هو الفلوس الاول. لا، احنا الاثنين نحط الفلوس في نفس الوقت. نقعد قدام بعض ونفتح اللابتوب ونعمل تحويل. ماشي، ويتم برضو دي للشركة. اكيد طبعا. بس بقول لك ايه؟ انا لو الفلوس دي راحت مش متحملة منها ولا مليم، انت اللي هتتحمليها كلها. ولا يهمك، وانا متأكدة انه هيرجع الفلوس كلها على ضمانتي. اول مرة في حياتي اتحط في الموقف ده. المفروض اكون مبسوط، فرحان ان العمليه بتنجح. دي مش اي عمليه، 50 مليون جنيه. بس هي بصراحه كمان مش اي ست. انا ازاي قادر اخسرها بالسهوله دي؟ انا اول مره احس اني بحب. اول مره احس اني بني ادم ينفع احب واتحب بجد. الحب ده طلع حلو قوي. بس الحب ولا الفلوس؟ الحب ولا الفلوس؟ وبعدين بقى حبيتي يا هبلة؟ ايوه حبيته، حتى بحقيقته اللي انا عارفاها حبيته قوي. يعني صوت نفسه، ريحته، لمسه ايده، كل حاجه فيه
كل حاجة في حبتها، بس اللي زي ما ينفعش لا تحب ولا تتحب. يا ريتني ما شفته. بس هعمل ايه يعني؟ لازم اكمل. ما هو انا لو ما كملتش هو هيكمل، هيخلص وهيطلع بالفلوس، وده مش لازم يحصل، ما ينفعش اصلا. كملي يا نور، كملي كملي وسيبك من العبط ده. انت شكلك بدأت تحبني بجد ولا ايه؟ يظهر كده للاسف. اوعيني ان انا مش هتصدم فيك، وان انا مش هكتشف حاجه وحشه. انا مش هقدر استحمل بجد، انا ممكن اموت نفسي. انا من ساعه ما عرفتك وانا حاسس اني مبسوطه، استريح، نسيت مشاكل. قاسم ونادر بهدلوا الدنيا. معرفش راح فين، مختفي طول النهار وتليفونه مقفول. سألت في الريسبشن قالولي ان هو خرج من الاوتيل. طب يلا يلا اقفلي، هو جه دلوقتي. باي. ازيك يا رحمة؟ ازيك يا ياسين؟ ممكن تفهمني كنت فين طول النهار؟ بص يا رحمة، أنا كده لما بتبقى في حاجة محيراني ولازم آخد فيها قرار بختفي، أفكر ولما آخد قرار بظهر تاني. أنا مش فاهمة حاجة، أنت كنت بتفكر في إيه طول النهار؟ في علاقتنا، مستقبلنا مع بعض. مش فاهمة يا ياسين ليه؟ طب خليني أسألك سؤال كده، كل الكلام الكلام الحلو اللي قلناه لبعض، أنا كنت حاسه مثلا، كنت حاسه قوي كمان. أنتي كنت فعلا حاساه؟ آه. في إيه يا ياسين؟ مالك؟ أنت المفروض تكون مبسوط، إحنا النهاردة هنحل مشكلتك. اه طبعا طبعا اكيد. طب ممكن افهم تفكيرك وقعدك لوحدك طول النهار واختفائك العظيم ده وصلك لايه؟ يعني احنا هنقدر نزيد حياتنا مع بعض لما مشكلتك تتحل؟
ولا انت قررت حاجه تانية؟ دي ميلي. رد علي يا اصبر، ردي. ايوه يا ماجي. لا ياسين قاعد معايا. طيب استنى، هي بتسالك انت هتجيب المحامي امتى عشان نخلص الموضوع؟ شويه وهكلمه، هو كان مشغول. شويه وهعرف ايه. طيب يا ماجي انا شويه وهنكلمك. اوكي يلا باي. بجد بتحبيني؟ انا قلت لك بحبك مليون مره. سيبك من المليون مره اللي انت قلتيهم قبل كده، انا عايزك تركزي. انا بتكلم دلوقتي وبتكلم بجد، انت بجد بتحبيني؟ طب انا بقى عايزاك انت تركز بجد. ممكن ترد انت على السؤال ده؟ رحمة، أنا مش عارف أقول لك إيه. أنا في حاجة لازم أقولها لك. قول. يا نهار أسود، هيعترف على نفسه ده ولا إيه؟ يا رب يعمل كده. أنت عايز تقول إيه يا متخلف؟ عمري ما هنسالك ووقفتك معايا في الموضوع ده واللي انت يا ابن ال انت هتعمل ايه؟ لا لا يعني ازاي؟ طبعا ده اقل حاجه اعملها، يعني احنا بينا حب وزفت. زفت؟ ايه زفت دي؟ انت قلت زفت؟ انا اكيد لا. بجد؟ معلش ممكن تكون طلعت غلط، مش قصدي يعني. بصراحة بقى أنا مش عايز أقول كده. أمال عايز تقول إيه؟ أنت طبعًا قلتي إنك بتحبيني وأنا مصدقك. صح؟ صح. أنا عايزك تعرفي إني كمان بحبك جدًا كمان. طب على فكرة تمام، يعني احنا قلنا الكلام ده مليون مره على فكره قبل كده. انت عايز تقول ايه؟ ما تقول بقى وتريحني. هو لو انت اكتشفتي ان إيه؟ ان في حاجه كنت مخبيه عليكي وهي مش حاجه كبيره، هي حاجه كبيره قوي يعني، بس قلتها لك. هتسامحيني؟ سامحك وش طبعا يعني. وش؟ يعني قصدي هسامحك على طول، يعني هسامحك في ثانية. بس أنت قول، يعني أنت تعبتني، أنا تعبت. صراحة يا رحمة أنا ما جيتش الأوتيل صدفة، وكنت عارف إني هقابلك، والحقيقة أنا كنت جاي عشان ايه؟ عشان انصب عليك. بتضحكي؟ انت سمعتيني انا قلت ايه؟ سمعتك. وانا قلت ايه؟ قلت انك جاي الاوتيل عشان تنصب عليا. وانت بتضحكي؟ انت عبيطه يا ماما؟ لا مش عبيطه. امال ايه؟ انت اللي عبيط. نعم انا كمان جيت الاوتيل عشان انصب عليك. نعم انت قلت انك بتحبني. انت بتتكلم جد؟ نديم كان مخطط كل حاجه وانا كملت وراه، من اول الترابيزه البايظه اللي مش بايظه اصلا، لهادي ابن خالتي اللي جه عمل نمره ورضيته، حتى كارت الاوضه وانت بتاخده كنت شايفاك.
والسيم كارد اللي كنت بتتصنت علينا بيه كنت عارفة مكانه من الأول. بصراحة انت تلعب بيك جامد قوي. يا هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي عبدالله. طبعا ما فيش 50 مليون جنيه. ما فيش. انا اصلا يعني على الحديدة تقريبا، بس بنت ناس خلي بالك. طب اسمك ايه بقى يا بنت الناس؟ اسمي نور. حلو، اسمك حلو. بالنسبة لماجي، هي دي أختك؟ أصل بصراحة كانت يعني إتمام قوي. مش أختي. مش أختك صح؟ لا. حسيت. لا دي نجواني. آه هي تمشي معنا. نجواني تمشي معنا جدا. زميلتنا نصابة. زميلة. لا لازم تتوب. هو أنت كرهتني خلاص؟ خالص بالعكس، أنا حبيتك أكتر. أصل أنت لو طلعتي رحمة، أو لو كنت فضلتي رحمة يعني، ما كانتش علاقتنا هتكمل بعد اللي حصل ده. طيب إحنا هنعمل إيه؟ تسمع رأيي؟ أوكي أنا اتقدمت لك وأنت وافقت، يبقى إحنا هنتجوز. وبما إن إحنا الاتنين نصابين فإحنا لازم هنخلف طبعاً. خلف النصاب صغير عالمي. لا أنا هتوب. ماشي. بص أنا جاية في أي حاجة، يعني لو رحت ورا الشمس أنا وراك. أنا اشتريت حبك ب50 مليون. عارفه ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ زمان لما كنت بسمع كلمة ان الفلوس مش كل حاجة ومش هي دي السعادة، كنت احس انهم بيخدروا الناس بالكلمتين دول، بيضحكوا عليهم. لما حبيتك فهمت ان في حاجات احلى واجمل من الفلوس بكتير. يعني هندوب بجد خلاص؟ هندوب وهنتجوز وهنخلف وهنشتغل شغلانه شريفه ونبتدي حاجه جديده. الله يا ياسين. عبد الله. ايه انا متحمسه جدا. مش قلت عبيطه؟ طب ما يلا نمشي من الاوتيل ده بقى، عشان يعني مكلف قوي، مصاريف العيال وخلفه. احنا هنخلف ولا ايه؟ مش كده؟ طيب ما يلا شنطة هو كيس. تلف وتدور وترول وتعطى في الآخر مفيش إلا حضن واحد، حضن بابا. يا حبيبي يا بابا. يا حبيبي انت يا ياسين. ياسين؟ ايه نسيت صبحي؟ عموما احنا اللي ما نستغناش، مش كده يا روحي؟ ايوه كده. احنا بس خدنا اجازه عشان نربي البنت وسميناها رحمه، اصل رحمه عزيزه علينا شويه. حبيبي خلصت فقره التوبه؟ راجعين للشغل ولا لا؟ راجعين وبقوه، مش كده يا قلبي؟ كده يا قلبي. وبعدين احنا عايزين نعوض اللي فاتنا. انا كمان عايز اعوض اللي فاتنا.
اسمع، اتنين كابل خلايجة، واحد ومراته معهم فلوس قد كده، التفاصيل انا هقول لكم عليها ستيب باي ستيب عشان مايو. مش كده يا قلبي؟ كده يا روح قلبي. هي عارفه معناها ايه؟ لا بس عارفه قلبي. هي حاسه بالامان.